السلام عليكم الاخوان والاخوات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ نتمنىكم كاملين تكونوا على خير وفي خير، ويلقاكم هذا لا فيديو في احسن الاحوال. كبقيتوا مع الحراره، هذا النهار غنشارك معكم واحد الطاجين. بغيت نوجدوا الغداء، كيجي غزال بزاف بالخضره والكفته، كيجي خفيف في هذا الصيف، كيجي مزيون 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 بزاف بزاف. بقوا معايا تشوفوا الطريقه. بسم الله، اول حاجه غنبدا بها غندوز نشرم الكفته، هي الاولى. ندير الكفته، نزيد عليها بصيله، نشلط رقيقه، شويه ديال المعدنوس، ندوز ندير لها العطريه، شويه ديال الكمون، فلفله حمراء، صبور يابس، شوية الحار، الملحة حسب الذوق، نخلط الكفتة مزيان. دابا من بعد ما تخلطت لي الكفته، نخليها على جنب، نجيب الطاجين، نطفي هاد البصله بالهواء، غير رقيقه، الطويجن دغيا كيوجد، حتى لآخر لحظة عاد وجدو. ندير عليها خيزو، من بعد ما ستفت خيزو عندنا جوج حبات مطيشة، نزيد عليهم شوية ديال الخرقوم، سكينجبير، غير شوية شوية، عطرية كاملة شوية شوية، ابزار، شوية ديال الكمون، فلفلة حمراء، نحك عليهم هاد الضريس التومة، غنزيد القزبر والمعدنوس مقطعين، الملحة حسب الذوق، شويه في هاد الطاسة واسعة، نزيد عليها الزيت بلدية غير شوية، نخلط مزيان،
ناخذ الطاجين، بابا عندي مقطعه شرائح رقيقه ما تقطعوهاش غليظه باش دغيا طيب. كندير هكا البطاطا، كندير فلفله ملونه حمراء، كندير هاد القطيعه ديال الكفته، كندير البطاطا، ندير الفلفله الخضراء، الكفته، البطاطا، هكا كنستمر هكا، البطاطا هكا كنستمر حتى كنسالي ونرجع معكم. ساليت الطبقه الاولى هكا، غناخذ هاد لاصوص ندير هكا من الفوق، شرب لي الخضره العطريه، طبعا نزيد نكمل غنستمر غندير هكا، طبعا نستمر حتى نسالي الطاجين ديالي هكا. دابا من بعد ما ساليت الطاجين ديالي هما طاشا، دابا هاد لاصوص اللي مازال كاملة عندي راه فوق الطاجين، طاسه بشويه ديال الماء، غير شويه ديال الماء، ما تكثروش الماء بزاف، لان دغيا كطيب بطاطا رقيقه خيزو غير كيطيب. دير هاد الحاره دابا نرد الطاجين يطيب ونرجع. دابا انا رديت الطاجين فوق البوطه، واحد النصيحه دائما هاد الطواجن هادو الطين دائما ديروا تحت منهم شي حديده ولا شي قزديره باش ما يطرطقوش، في الاول جهدوا له البوطه غير على ما يغلي ونقصوا البوطه. دابا اجيو تشوفوا معايا الطاجين، الطاجين ديالي كيطيب، ما تكثروش الماء بزاف لان الماء ديك مطيشه حتى هي كطلق الماء. واحد الحاجه نسيتها، خيزو راني سلقه شويه، سلقه نص سلقه باش دغيا يطيب، نسيتها ما قلتهاش في الاول. دابا نغطي الطاجين نخليه يكمل الطياب ونرجع معاكم. وهاد الطاجين من بعد ما طاب كيجا كيجي بنين بزاف بزاف هاد الطاجين. ولا عجبكم الفيديو دائما الاشتراك، اشتركوا معنا في القناة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. باي باي، بسلام عليكم.